مستشفيات القوات المسلحة للعزل استعرض فيه مكونات مجمع المستشفيات. تأكيداً لتوجيهات سيادتكم أفندم بضرورة دعم إمكانيات الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، تم إنشاء مجمع مستشفيات القوات المسلحة للعزل الصحي بطاقة إجمالية للأسرة 4000 سرير موزعة كالآتي: عدد 4 قاعة عزل بطاقة 750 سرير بإجمالي 3000 سرير عزل، بالإضافة إلى عدد 5 مستشفيات منها 3 مستشفيات ميدانية وعدد 2 مستشفى عزل بطاقة أسرة 1000 سرير إقامة، منها 40 سرير رعاية مركزة مجهزة ب 24 جهاز تنفس صناعي. والمستشفيات يا فندم مدعمة بعدد 3 غرف عمليات زائد 3 وحدات أشعة وثلاث معامل تحاليل طبية. قامت إدارة البحوث الفنية والتطوير بالقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الإمداد والتموين والهيئة الهندسية والشركة العربية العالمية للبصريات في مدة لم تتجاوز 15 يوم بتنفيذ وتجهيز مستشفى ميداني زائد عدد 2 مستشفى عزل. تم ذلك يا فندم بخبرات وإمكانيات مصرية 100%. المستشفيات المدنية يا فندم مكونة من عدد 17 خيمة تم تصنيعها من قماش معالج كيميائيا بأحدث التقنيات العلمية حتى أنه مقاوم لنمو البكتيريا والفطريات، كما أنه مقاوم للحرائق وعازل لتسرب المياه. جميع الخيام يا فندم من الداخل مكيفة بنظام الضغط السلبي ومزودة بفلاتر لتنقية الهواء لتمنع انتشار الجراثيم والميكروبات. الطاقة الإجمالية للأسرة يا فندم عدد 200 سرير إقامة، منها 11 سرير رعاية مركزة ومزودة بغرفة عمليات بطاقة عمليات يومية 15 عملية ما بين متوسطة وعمليات لدواعي إنقاذ الحياة. كما أن المستشفى فندم مدعمة بوحدة أشعة بها جهاز موجات صوتية متنقل، كما أنها مجهزة بمعمل تحاليل طبية وصيدلية. المستشفى فندم مجهزة إداريا على أعلى مستوى حتى أنها يمكنها الدفع بها للعمل في المناطق المنعزلة، معتمدة على إمكانياتها الذاتية إذا لم تتوفر البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي، حيث أنها مجهزة بمطبخ ميداني يكفي لإعاشة جميع المرضى والأطقم الطبية والإدارية، كما أنها مزودة بمغسلة وخزانات للمياه النقية بطاقة استيعاب 45 متر مكعب، بالإضافة إلى خزانات الصرف الصحي، وبها سكن للأطقم الطبية والإدارية مزود بدورات مياه متنقلة. منطقة المجمع بالكامل يا فندم مؤمنة طبيا بعدد 50 عربة إسعاف رعاية مركزة، بالإضافة إلى 2 طائرة إخلاء جوي، وبها عناصر تطهير الكيميائي الممثلة بعدد 22 عربة و18 تريسيكل تطهير، ومؤمنة إداريا يا فندم ب 250 أتوبيس وميباص نقل أفراد. ومنطقة إعداد الوجبات الغذائية يا فندم تكفي لإعداد الوجبات الغذائية لجميع المرضى والأطقم الطبية والإدارية الموجودة بمنطقة المجمع. أستأذن سيادتكم يا فندم في بدء تفقد المستشفى الميداني. أي أوامر يا فندم؟ تشرفنا فيها دي يا فندم خيمة الرعاية المركزة مكونة من 11 وحدة، كل وحدة مجهزة بسرير رعاية مركزة، مونيتور لمتابعة العلامات الحيوية للمريض، مضخة محاليل، مضخة أدوية، مصدر للأكسجين متصل بشبكة غازات رئيسية بتغذي المستشفى كلها يا فندم، جهاز تنفس صناعي متنقل قادر على العمل في وجود مصدر أكسجين أو بدون. حالة الطوارئ يا فندم الرعاية مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، جهاز سونار لعمل أشعة موجات فوق صوتية متعدد الاستخدامات ومتنقل، كراس رولي مجهز بأدوية دواعي إنقاذ الحياة، جهاز صدمات لعمل إنعاش لعضلة القلب عند الطوارئ، كما أن الرعاية مجهزة بمنظومة مراقبة مركزية متصلة بجميع المونيتورز الموجودة في الرعاية يا فندم، حتى يتسنى للفرد الطبي الموجود في الرعاية متابعة العلامات الحيوية لجميع المرضى الموجودين في الرعاية في نفس الوقت لتحقيق أعلى معدلات الخدمة الطبية يا فندم. الكشاف الجراحي، المجهز الجراحي، جهاز الكي الحراري،
جهاز صدمات كهربائيه في بعض الحالات الطارئه وجهاز التخدير. كما يوجد ايضا كافه الادويه والمستلزمات المستخدمه في العمليه الجراحيه بما يضمن امن وسلامه المريض. سيادتك مشرفنا النهارده يا فندم في غرفه الاشعه التي تتكون من جزئين. الجزء الداخلي يا فندم يحتوي على الجهاز، والجزء الخارجي يحتوي على وحده التحكم يا فندم. الجهاز يا فندم عباره عن جهاز اشعه رقمي لا يحتاج الى تحميض، وبالتالي يا فندم الحاله بتتصور واحنا بتطلع الصوره على طول على الشاشه، ومن خلال الطبع يا فندم نقدر نطبع الفيلم في اي وقت. الغرفه بالكامل يا فندم مرصصه لحماية الطاقم الطبي من الإشعاع. أي أوامر يا فندم؟ شكرا جزيلا. القاعة اللي سيادتك مشرفنا فيها يا فندم هي القاعة المخصصة لعزل السيدات، وتحتوي على عدد 750 سرير مقسمة إلى 9 قطاعات مميزة بألوان مختلفة. أحب أطمن سيادتك يا فندم إننا اتخذنا كافة الإجراءات اللي بتؤمن المريض طبيا واداريا منذ لحظه دخوله الى استقبال القاعه وحتى وصوله الى المكان المخصص ليه داخل القاعه. على يمين ويسار سيادتك يا فندم غرفتين لتغيير ملابس المرضى تم تقسيمها طبقا للون كل قطاع. وعلى يمين سيادتك يا فندم غرفه التعيينات الخاصه بتوزيع الوجبات على المرضى ويليها الصيدليه. استاذن سيادتك يا فندم في بدء تفقد القاعه. خلال الجولة التفقدية قام الرئيس بالمرور على العناصر المتخصصة من الإدارات المتخصصة المختلفة من القوات المسلحة، والتي تشمل سيارات الإسعاف وأطقم التطهير والتعقيم وعناصر جهاز النقل التابع للقوات المسلحة والإسعاف الطبي الطائر. المستشفيات تحقق الأمان الصحي وتطبق الإجراءات الاحترازية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، والتي قامت القوات المسلحة بتجهيزها بقدراتها الطبية والفنية والإدارية لمساندة أجهزة الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.